السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وفيديو جديد وشرح درس جديد في مادة الـ ICT للصف الرابع الابتدائي. النهاردة هنشرح ليسون 3، ليسون مهم النهاردة بعنوان Components of Computer System. طيب النهاردة الدرس بعنوان Component of Computer System. قبل ما نبدأ في شرح الدرس بتاعنا خلينا نسأل نفسنا سؤال. طبعا احنا الدرس اللي فات قبل ما نبدأ نشرح العصور بتاعة التكنولوجيا وكل عصر ايه اللي حصل فيه والاختراعات اللي كانت موجودة والكلام ده، لو حد فاكر انا سألتك سؤال وقلت لو انت دلوقتي عايز توصل لمعلومة معينة او عايز تدور على موضوع معين او تبحث عن موضوع معين، اول حاجة بتعملها ايه؟ بتروح تستخدم الانترنت، تروح تفتح جهاز كمبيوتر وتقعد على الكمبيوتر تفتح جوجل، وبعد كده تبدأ تستخدم الايه الكمبيوتر او التكنولوجيا دي علشان تقدر توصل للمعلومة اللي انت عايزها. طيب انت النهاردة محتاج جهاز كمبيوتر، فروحت لبابا قلت له انا محتاج جهاز كمبيوتر، فسألك قال لك كمبيوتر. طب ايه الكمبيوتر ده؟ ما تقول لي يعني ايه كمبيوتر. طيب يبقى احنا كده محتاجين نفهم ايه هو جهاز الكمبيوتر، الجهاز ده عبارة عن ايه. الكمبيوتر ده جهاز، احنا متفقين ان هو جهاز. الجهاز ده جهاز ايه؟ الكتروني. يبقى الكمبيوتر is an electronic device، جهاز الكتروني. تمام. طيب الجهاز الالكتروني ده بيستخدم في ايه يعني؟ وبعدين طيب انا عرفت ان هو جهاز الكتروني used for، يستخدم عشان يعمل processing data، بيعالج البيانات. بيعالجها ايه؟ هو دكتور؟ لا، بيعالج البيانات يعني بيحلل البيانات، عايز يعني الكمبيوتر بيبدأ يفهم البيانات او المعلومات اللي يتخزن عليه دي عبارة عن ايه. يبقى الكمبيوتر ده جهاز الكتروني، electronic device used for، يستخدم to processing data، او used for processing data، بيستخدم عشان يعالج الايه البيانات. تمام. طيب عايزين نفهم طب ايه وظيفة الكمبيوتر برضو، يعني هو بيعالج البيانات ازاي، بيعمل ايه؟ هنقول له ان الكمبيوتر ده بيعمل ستور، بقدر ان انا اخزن، وبعمل ريستور يعني بستعيد او برجع، يعني بخزن الحاجة عليه وممكن ارجعها تاني، ياخدها تاني. and process information، وايه؟ معالجة المعلومات. يبقى جهاز الكمبيوتر ده عبارة عن electronic device. احفظ كده الكلام وافهمه اللي بيشرح لي جهاز الكمبيوتر. الكمبيوتر is an electronic device، جهاز الكتروني used for، يستخدم processing data، علشان يعمل processing للداتا. تمام. وكمان اقدر ان انا اعمل store، اخزن احط عليه بيانات، and restore ان انا ابدأ اخد منه معلومات ويعمل process information، يعمل عملية ايه معالجة للمعلومات. تمام كده احنا فهمنا الايه الكمبيوتر ده عبارة عن ايه وبيعمل ايه. طيب the importance of computer، هيجي يقول لك ماشي طب انت قلت لي الجهاز الكمبيوتر ده عبارة عن ايه وبيعمل ايه، بس انت عايزه ليه؟ هو مهم ليه عندك؟ ايه الـ importance of computer، أهمية الكمبيوتر ده؟ هقول له ان انا اقدر استخدم الكمبيوتر، تمام، واعمل بيه حاجات كتير قوي. computer can be used to do the following، اقدر اعمل بيه حاجات. اقدر اعمل بيه ايه؟ ده النهارده مثلا طلب منك ان انت تعمل بحث او تكتب عن موضوع معين، مثلا عندك موضوع تعبير عايز تكتبه كده في ملف وورد، تمام، في برنامج اسمه وورد بتقعد تكتب عليه وبعد كده ايه تعمل برينتينج، تطبع الكلام اللي انت كتبته ده في ورقة. يبقى اقدر اعمل ايه؟ رايت دوكمنتس، اقدر اكتب مستند
اقدر اكتب مستند رايت دوكومنتس، وممكن اعمل ايه، اتواصل مع حد، ابعت له ميل، سند ايميل. مش احنا قلنا للناس في العصر الحديث، العصر بتاعنا اللي هو اسمه الكترونيك ايج، بيعملوا كوميونيكيت عن طريق ايميلز، اقدر ابعت ايميل. تمام. طب اقدر اعمل ايه كمان على الكمبيوتر؟ اقدر اعمل ايه، بلاي جيمز، اقدر العب العاب، الالعاب بقى اللي هي زي نيد فور سبيد والالعاب بتاعت الكوره بقى، البلاي ستيشن والباب جي والحاجات دي كلها، اقدر ايه العبها على الكمبيوتر. كمان اقدر اعمل براوز، براوز انترنت، يعني اقدر ادخل على ايه الانترنت وادور على معلومه معينه. تمام. كمان اقدر اعمل كرييت اور اديت داتا تيبل، اقدر اعمل تيبلز فيها شويه معلومات، وفي برنامج اسمه باوربوينت بريزنتيشنز اند فيديوز، واقدر اعمل فيديوهات، اجيب شويه صور كده وتعمل بيهم ايه فيديوهات. يبقى احنا دلوقتي عرفنا اهميه الكمبيوتر بتاعنا نقدر نستخدمه في ايه. عندي 5 حاجات. اول حاجه اقدر اكتب مستند رايت دوكيمنتس، تمام، واقدر ابعت ميل، وكمان ممكن العب عليه جيمز وادخل على الانترنت اجيب معلومات، وممكن اعمل ايه كمان، ادخل على برنامج اعمل جدول فيه شوية ارقام ومعلومات كده عايزة اخزنها، وادخل على برنامج اسمه باوربوينت اعمل بريزنتيشنز، وكمان لو عندي صور عايز اعمل بيها فيديو حلو كده وشوية اغاني عليه، يبقى اعمل ايه فيديوز. يبقى كل الحاجات دي اقدر ان انا اعملها فين، على جهاز الكمبيوتر. تمام. طيب نوتس، عندي نوتس كده محتاجين ان احنا نعرفها، نقطتين محتاجين ايه نعرفهم عشان هما مهمين جدا، تعالوا نقراهم الاول. بيقول لي the shape of computer، شكل الكمبيوتر and its components، ومكوناته. يبقى شكل الكمبيوتر ومكوناته differ، differ هنا يعني ايه، بتختلف، differ يعني بتختلف، according to، على حسب ايه، according to، بناء على ايه، device model، ال device model اللي هو ايه، موديل الجهاز، وال manufacture date، تاريخ التصنيع. يبقى أسأل نفسي سؤال، هل كل الكمبيوترات، كل الكمبيوترز كلها شبه بعضيها؟ لا طبعا، كل كمبيوتر بيختلف عن الكمبيوتر التاني في حاجات كتير، من أهمها إيه؟ الـ device model، نوع الجهاز أو الموديل بتاعه، هل بقى هو نوعه توشيبا، هل هو مثلا ديل، هل هو مثلا لينوفو، ما هو كل كمبيوتر ليه نوع، تمام، اتش بي، الكلام ده كله. تمام. والمانيوفاكتشرنج داتا، تاريخ التصنيع، اتصنع امتى، هل هو كمبيوتر جديد، هل كمبيوتر حديث، كمبيوتر اتصنع في سنة 2023، ولا كمبيوتر مثلا من سنة 1900. تمام. فهنا ايه، دي الحاجات اللي بتفرق او بتختلف في شكل الايه، الكمبيوتر ومكوناته. يبقى دي النقطة الأولى. طيب النقطة التانية، بيقول لي there are devices that are turned on and used via touch، يعني بيقول لي في عندي أجهزة بتشتغل عن طريق الايه، التاتش، عن طريق اللمس. تمام. يعني انا عندي أجهزة كمبيوتر كمان شكلها بتبقى ايه، او بتستخدم عن طريق الايه، التاتش، عن طريق اللمس، زي الموبايل كده بالظبط. ومديني أمثلة على الكمبيوتر، ده شكل البيرسونال كمبيوتر، جهاز الكمبيوتر اللي بيبقى عبارة عن شاشة وماوس وكيبورد وفي سبيكرز، سماعات، والكلام ده كله بيبقى مليان ايه، قطع كده كلها متوصلة ببعضها. وعندي جهاز اللابتوب اللي هو ايه، الشكل ده بيبقى جهاز لابتوب. عندي كمان التابلت، كلنا اكيد عارفينه، ده بيبقى بالتاتش. وعندي في ايه، تاتش كمبيوتر، بيبقى جهاز كمبيوتر كده برضو هي عبارة عن شاشة وبيستخدم ايه، عن طريق التاتش، عن طريق اللمس. تمام. طيب
to use your computer you need، انت علشان بقى تشغل الكمبيوتر بتاعك ده انت محتاج حاجتين. خلاص احنا جبنا الكمبيوتر بتاعنا، تمام، روحنا اشتريناه عشان احنا عارفين الكمبيوتر ده احنا هنستخدمه في ايه ومهم في ايه، تمام، وهقدر اعمل عليه ايه. وكمان انا قلت لبابا الايه الكمبيوتر بتاعي ده هو عبارة عن ايه، جهاز الكتروني، واقدر اعمل عليه ايه الحاجات دي كلها اللي احنا شرحناها. طيب هنيجي بعد كده هندخل على نقطة مهمة، انت محتاج حاجتين علشان تشغل الجهاز الكمبيوتر بتاعك ده، او عشان يبقى عندك جهاز كمبيوتر. اول حاجة الهاردوير، وتاني حاجة السوفت وير. السوفت وير دي هناخدها في درس 4، فمش هنتكلم عليها دلوقتي، هي دي هتبقى في ليزون 4، ده موضوع الدرس بتاعنا السوفت وير. طيب خلينا نتكلم على دلوقتي ايه الهاردوير. ايه بقى الهاردوير ده؟ اللي هي مكونات الكمبيوتر نفسه، اسمها هاردوير. ايه مكونات الكمبيوتر دي يا مستر؟ عبارة عن ايه؟ الكمبيوتر دي اللي هي مكونات الكمبيوتر، الهاردوير دي عبارة عن المكونات الملموسة بتاعته، زي ايه؟ الشاشة، المونيتور، الكيبورد، الماوس، السماعات، تمام، البرينتر، السكانر، الحاجات دي كلها دي اسمها ايه؟ هاردوير. طيب الهاردوير دي او مكونات الكمبيوتر دي بقسمها لحاجتين، اول حاجة انبوت ديفايس، وتاني حاجة اوتبوت. يعني ايه انبوت واوتبوت؟ الانبوت دي هي الحاجات المكونات بتاعة الكمبيوتر اللي بستخدمها علشان ادخل للكمبيوتر بتاعي ايه؟ معلومات، ادخل للكمبيوتر بتاعي معلومات. يبقى دي الانبوت ديفايس، دي اجهزة الادخال. طب الاوتبوت ديفايس دي اللي هي ايه؟ الاخراج بقى، انا بخرج ايه؟ معلومات، بخرج معلومات من الكمبيوتر. تعالوا نشرح بشكل ايه مفصل شوية عشان نقدر نفهم الفرق ما بين الانبوت والاوتبوت. اول حاجة الانبوت ديفايسز، الانبوت ديفايسز دي بقى ايه؟ عبارة عن ايه يا مستر؟ هي المكونات الكمبيوتر اللي بستخدمها علشان انا اقول للكمبيوتر حاجة، انا اللي بقول للكمبيوتر، انا اللي بدخل المعلومة للكمبيوتر. طب اديني مثال زي ايه؟ زي الكيبورد، انا بستخدم الكيبورد علشان اكتب كلمات وحروف وأرقام وأدخلها للكمبيوتر، أقولها للكمبيوتر. يبقى الكيبورد to type letters and numbers into the computer، أنا بكتب الأرقام والحروف وأدخلها للكمبيوتر، تبقى دي إيه؟ input device. طيب تاني حاجة معايا الماوس، اللي هي إيه؟ الماوس دي بتعمل إيه بقى؟ انا بحركها اهو يمين وشمال عشان اختار حاجة وامسك حاجة اجيبها كده وانزل مثلا دي تحت، ابص المذكرة اعمل كده، وبعدين اطلع تاني الكتاب اللي انا بشتغل عليه. يبقى ايه؟ to select عشان اختار and move things easily، اقدر اختار واحرك الاشياء جوه الكمبيوتر عن طريق الماوس. يبقى انا كده ايه؟ بتحكم في حاجة، انا بدخل معلومات او بدخل داتا لايه؟ للكمبيوتر. يبقى الماوس هنا ايه؟ input device. تمام. رقم 3 عندي هنا الكاميرا. طيب الكاميرا دي بتعمل ايه؟ مش انا لما بشغل كاميرا على الكمبيوتر بتاخد صورتي وبتعمل فيها ايه؟ بتدخلها للكمبيوتر. يبقى الكاميرا to allow other to see you، لو انت بتكلم حد على النت او على برنامج مثلا الماسنجر مثلا، فبتشغل الكاميرا عشان هو يشوفك، بتدخل صورتك على الكمبيوتر عشان هو يشوفك. to input images or videos into the computer، الكاميرا بتستخدم عشان تصور الصورة او تصور الفيديو وتدخلها فين؟ جوه الكمبيوتر. يبقى دي ايه؟ input device. تمام. رابع حاجة معايا الميكروفون. الميكروفون ده جهاز بشغله مع الكمبيوتر علشان يعمل ايه؟ ياخد صوتي ويدخله جوه الكمبيوتر، ولو بكلم حد عن طريق الكمبيوتر فبياخد صوتي، تمام، ويوصله له فيقدر يسمعني. يبقى الميكروفون to allow others to hear you.
بيخلي الناس تقدر تسمعك، وتو انبوت ساوندز بيتدخل الأصوات والأوديو عند ميوزك والموسيقى فين؟ جوه الكمبيوتر. انتو ده كمبيوتر، يبقى بيدخل الصوت جوه الكمبيوتر، يبقى ده ايه؟ انبوت ديفايس. اخر حاجة معايا في الانبوت ديفايسز اسمها ايه؟ سكانر. نركز بقى قوي في النقطة دي. السكانر ده بيعمل ايه؟ هو كتاب بوني ده، الكتاب بتاع بوني ده، مش هو كتاب موجود في المكتبة ومطبوع كده وتمسكه في ايدك وتقراه؟ طيب انا علشان اخده ادخله جوه الكمبيوتر، ادخل الكتاب بتاع بوني ده جوه الكمبيوتر واخليه PDF زي ده كده، اقدر اشغله على الكمبيوتر. بعمل ايه؟ بصوره في السكانر ده، بحطه جوه الجهاز ده السكانر، فياخد منه صورة ويدخلها لي فين؟ جوه الكمبيوتر، فيبقى بالشكل ده، شكل PDF ده. يبقى الكتاب يبقى موجود فين؟ جوه الكمبيوتر. يبقى السكانر هنا ايه؟ بيعمل ايه؟ to input text and images from paper، من الورقة، يدخلها فين؟ جوه الكمبيوتر. يبقى كده ده input device، ده كده ايه؟ input device. يبقى أمثلة ال input devices عندي الكيبورد والماوس والكاميرا والميكروفون وايه؟ السكانر. قلنا الكيبورد بكتب عليه علشان ادخل الحروف والكلمات جوه الكمبيوتر، والماوس بتحرك بالماوس علشان ايه؟ اسلكت حاجة او احركها من مكانها، والكاميرا بستخدمها علشان تدخل صورتي جوه الايه؟ الكمبيوتر. تمام، الكاميرا عشان تدخل صورتي جوه الكمبيوتر واصور بيها فيديو وادخله جوه الكمبيوتر. تمام، طيب والمايكروفون علشان ادخل بيه صوتي جوه الكمبيوتر، والسكانر علشان لو عندي ورقة مطبوعة او كتاب اقدر ادخله جوه ايه؟ الكمبيوتر. يبقى دي كلها عبارة عن ايه؟ input device. تمام، الجزء التاني بتاعنا الـ output device، اللي هي بقى ايه؟ الحاجات اللي مش بستخدمها علشان انا اللي اقول بقى للكمبيوتر، لا الكمبيوتر بقى هو اللي بيبدأ يقول لي، بيبدأ يظهر لي الحاجة اللي جواه، فيبقى اسمها ايه؟ output devices، اللي هي ايه؟ اجهزة الاخراج بتاعة الايه؟ الكمبيوتر. They are the devices that output information، هي الاجهزة اللي بتعمل ايه؟ output. نخلي بالنا قوي من الكلمة دي، output information، بتخرج لي الايه؟ المعلومات. تمام، بعد كده بيقول لي هنا examples of output devices، امثلة بقى ايه؟ ال output device. تعالوا نشوف امثلة ال output devices هي عبارة عن ايه. اول حاجة عندي السكرين، الشاشة، مش انا لما بكتب بالكيبورد بدخل له حروف وكلمات؟ تمام، بتبدأ الشاشة بقى تعرضها لي، تقول لي انت دخلت ايه. فالشاشة هنا shows what you and the computer are doing، بتظهر لك انت والكمبيوتر بتعملوا ايه. تمام، يعني الشاشة بتقول لك انت والكمبيوتر بتعملوا ايه، فهي هي اللي بتقول لك. تمام، بتظهر المعلومات، shows what you and the computer are doing، يبقى دي ايه؟ output device. طيب السبيكر هنا عكس الميكروفون بقى، الميكروفون كنا بنستخدمه عشان ندخل صوت، لكن السبيكر هنا بتطلع علينا الصوت، بنشغل الاغاني فتطلع علينا الايه؟ الاغنية علشان نسمعها، to hear others و to output sounds، عشان نقدر نسمع الناس اللي احنا بنكلمها ونقدر نسمع الاصوات اللي خارجة منين؟ من الكمبيوتر، يعني الكمبيوتر هو اللي بيخرج لنا الصوت، يبقى دي output device. بعد كده رقم 3 عندي هنا البرينتر. البرينتر هنا اللي هي ايه بقى؟ انا دخلت كتبت مستند، كتبت دوكمنت عايز اطبعه، فبخرجه في صورة ايه؟ ورقة، عن طريق الايه؟ الاوتبوت. يبقى عن طريق البرينتر، اللي هي ايه؟ to output text or image from
your computer on paper، تقدر تطبع، تقدر تطبع الكلمات او التكست النص والصور على ايه، ورقة من الكمبيوتر. خلي بالك ان البرينتر هنا عكس السكانر، السكانر انا بحط فيه الورقة عشان ادخلها على الكمبيوتر تبقى بي دي اف، لكن البرينتر انا كتبت حاجة على الكمبيوتر فبطبعها عشان اخرجها ايه، اخرجها على ورقة. طيب النقطتين دول مهمين جدا. في حاجة اسمها ايه، برايل تيرمينال. برايل تيرمينال بتعمل ايه؟ البرايل تيرمينال دي، البرايل تيرمينال دي عبارة عن زي لوحة مفاتيح كده، تمام؟ دي بتخلي، تعالوا نقرأ، it allows blind people to use computer، تقدر تخلي الناس اللي هي ما بتقدرش تشوف، تمام، ان هي تقدر تستخدم الكمبيوتر. ازاي؟ it converts text on the screen، بتحول الكلام اللي على الشاشة لحاجة اسمها برايل كاركترز. ايه يا مستر برايل كاركترز دي؟ برايل كاركترز دي عبارة عن طريقة اخترعها واحد اسمه برايل. برايل ده عالم اخترع طريقة علشان يخلي الناس اللي هي عندها ايه، ما بتقدرش تشوف، الناس الكفيفة، ازاي يقروا وهما ما بيشوفوش. فاخترع طريقة اسمها برايل، بيحول الحروف لعبارة عن نقط بارزة كده شوية، عارف لما تجيب مثلا زي دبوس ورقة وتبدأ تخرم الورقة، الناحية التانية من الورقة بتبقى بارزة شوية، لو حطيت ايدك عليها وانت مغمض عينك هتحس بالايه، الورقة وهي متخرمة ان هي بارزة كده شوية. فهما بيقدروا يخلوا كل حرف عبارة عن نقط مرسومة بشكل معين، فالشخص اللي هو ما بيقدرش يشوف بيحط ايده عليها فيقدر يعرف ايه الحرف ده، ايه حرف جنب حرف جنب حرف، يبدأ يكون كلمة ثم جملة، فيقدر يفهم الكلام اللي مكتوب من غير ما يشوف. دي طريقة اسمها طريقة برايل. فالبرايل تيرمينال، برايل تيرمينال ده جهاز بيحول الكلام اللي موجود على شاشة الكمبيوتر بالطريقة دي، فيبدأ يبقى ظاهر على اللوحة دي بطريقة برايل. فلما الشخص اللي عنده ايه، بلايند، اللي هو مش قادر يشوف، يحط ايده عليها يبدأ ايه، يقرأ الكلمات. اللي محتاجين هنا نعرفه ان برايل تيرمينال دي عبارة عن ايه، اوتبوت ديفايس، عبارة عن اوتبوت ديفايس. رقم خمسة، في حاجة اسمها سبيتش سينسايزر. سبيتش سينسايزر، طيب السبيتش سينسايزر دي بتعمل ايه بقى؟ it allows non-verbal people to speak، هي بتساعد الناس اللي ما بتقدرش تتكلم، تمام، الناس اللي ما بتقدرش تتكلم ان هي ايه، to speak. ازاي؟ it changes text to speech، بتحول الكلام لايه، لصوت، بتحول النص المكتوب لإيه؟ لكلام. يعني لما يكون شخص ما بيقدرش يتكلم أو ما بيعرفش يتكلم، تمام، يقدر يكتب بإيده الكلام، فالجهاز ده اللي هو التكست سينسايزر يعمل إيه؟ يقوله. يبقى واحد شخص ما بيقدرش يتكلم فيكتب، والجهاز إيه؟ يقول. اللي محتاجين نعرفه إن السبيتش سينسايزر ده عبارة عن إيه؟ أوتبوت ديفايس. يبقى إحنا كده عرفنا الايه، الانبوت والاوتبوت ديفايسز عباره عن ايه. الاوتبوت ديفايسز قلناهم السكرين، الشاشه، سبيكر، الايه، السماعات، والبرينتر، الطبعه، البرايل تيرمينال، تمام، اللي هي الجهاز اللي بيشغل طريقه برايل، والسبيتش سينسايزر اللي هو جهاز تحويل النص المكتوب لكلام. طيب اخر جزئيه معانا في الدرس، فيها نوتس محتاجين ان احنا ايه نقراها علشان نفهم الكلام ده عايزين يقول لنا من خلاله ايه. اول نقطة، تاتش سكرين. مش احنا اتفقنا ان في حاجة اسمها تاتش سكرين، في شاشة كده تبقى شغالة باللمس؟ طيب التاتش سكرين دي مالها بقى؟ can be used as input and output device. دي المعلومة اللي احنا محتاجين نعرفها. لو انا عندي شاشة، لو انا مركب شاشة تاتش للكمبيوتر،
فالتاتش سكرين هنا تعتبر ايه؟ انبوت، تمام، وتعتبر كمان ايه؟ اوتبوت، يعني شغاله الاثنين. انبوت عشان اقدر ادوس عليها، اعمل تاتش كده وادوس عليها فاختار الحاجه، وتبقى اوتبوت لان هي بتعرض لي الايه؟ المعلومات اللي موجوده على الكمبيوتر واللي انا بعمله ايه على الكمبيوتر. رقم اتنين، you can prepare your own video or photo album using one of the application on your device. يقول لي انت تقدر تعمل ايه؟ زي ما قلنا من شوية، تقدر تعمل فيديو من خلال ايه؟ الابليكيشنز او البرامج اللي موجودة فين؟ على الجهاز بتاعك. قلنا نقدر لو عندنا صور نقدر نحطها جنب بعض ونحط عليها اشكال ونركب اغنية ونعمل فيديو ايه؟ حلو لينا. طيب رقم ثلاثة، the most important element، اهم عنصر، اهم عنصر، the most important element of computer system is you. خلي بالك جدا من النقطة دي. طيب يعني ايه بقى most important element of computer system is you؟ مش احنا اتفقنا ان الكمبيوتر ده جهاز بيشتغل، طيب مين اللي هيشغله؟ هل هو هيشتغل لوحده؟ هل هيشغل الجهاز، هيشتغل الكمبيوتر، هيشتغل ويشغل لعبة ويقعد يلعب لوحده؟ لا طبعا، الجهاز اهم عنصر فيها هو انت، علشان انت اللي بتشغله وانت اللي بتستفيد بيه وانت اللي بتعمل عليه كل الحاجات اللي ايه؟ اللي نقدر نستخدم الكمبيوتر علشانها. يبقى لما يجي لي في سؤال تشوز يقول لي the most important element of the computer system is، اقول له ايه؟ you او user. تمام. النقطة الرابعة بيقول لي computers are only as good as the data we put in them. يعني الكمبيوتر بيكون ايه؟ جود، بيكون كويس او جيد عن من خلال ايه؟ الداتا اللي احنا بنحطها عليه. ده معناه ان انت الداتا القيمة او المعلومات المهمة اللي بتحطها على الكمبيوتر، كل ما كانت المعلومات او الفايلز او الملفات اللي بتحطها على الكمبيوتر كويسة، ده بيكون بيخلي الكمبيوتر ايه؟ كويس، وبتبقى محافظ عليه. تمام. اخر نقطة، نقطة مهمة جدا، بيقول لك if the user connects the device wrong or use them incorrectly، يعني لو احنا او الشخص يعني استخدم الكمبيوتر بطريقة غلط، تمام، او وصل بعض المكونات بطريقة غلط. يعني ايه؟ الشاشة مثلا بتاعتك المفروض ليها كابل، فبتحطه في مكان معين، لو جيت حطيته مكان الكابل بتاع الكيبورد مثلا، او حطيته في اي مكان غلط، ايه اللي هيحصل؟ كمبيوتر will produce error، هيبدأ الكمبيوتر يديني رسالة خطأ، تمام، ويقول لي ايه؟ so we must be careful while connecting them، لازم تخلي بالك لما تيجي توصل الايه؟ مكونات الكمبيوتر بتاعك. تمام. لغاية هنا بنكون خلصنا الدرس بتاعنا. اهم الحاجات اللي كانت معانا النهاردة هو تعريف طبعا جهاز الكمبيوتر ومكوناته، وعرفنا المكونات بتاعته ان هي بتنقسم لجزئين، الانبوت ديفايسز والاوتبوت ديفايسز، وكل ديفايس من دول احنا بنستخدمه ازاي وبنستخدمه في ايه. زي ما خدنا مع بعض الدرس اللي فات ليسون 3 اللي كان بعنوان كمبيوتر كومبوننتس، عرفنا مكونات الكمبيوتر وتعرفنا عليها، وعرفنا كمان ان الكمبيوتر كان بيتكون من حاجتين. قلنا اول حاجة الهاردوير اللي هي المكونات اللي بتكون او من خلالها بنقدر نبقى عندنا جهاز كمبيوتر، والحاجة التانية كانت السوفت وير. قبل ما ندخل في السوفت وير، احنا قلنا ان الجهاز الكمبيوتر طبعا الهاردوير ده بتنقسم لحاجتين، الانبوت ديفايسز اللي هي الاجهزة او المكونات اللي بتعتبر مكونات ادخال بنستخدمها عشان احنا تبقى انبوت داتا تو كمبيوتر، وفي الجزء التاني اللي كان اوتبوت ديفايسز اللي هي الديفايسز او المكونات اللي بتخرج لنا الداتا والمعلومات. بعد كده النهاردة قلنا هنتكلم في ليسن 4 على السوفت وير. عايزك تعرف حاجة
أساسية في الكمبيوتر. الكمبيوتر احنا عرفنا ان هو عبارة عن مكونات هاردوير. طيب هل الهاردوير دي نقدر نجمعها مع بعضيها كده وتشتغل من غير ما في حاجة تشغلها؟ تمام، الحاجة اللي هتشغلها دي هي بتبقى اسمها ايه؟ الاوبريتنج سيستم. تمام، الاوبريتنج سيستم، الاوبريتنج سيستم ده هو نظام التشغيل، هي الحاجة اللي هتخلي الكمبيوتر ده يشتغل. يعني انا لو جبت النهاردة عندي في ماوس وكيبورد وعندي مونيتور وعندي سبيكر، تمام، المكونات اللي احنا قلنا عليها والسي بي يو والحاجات دي كلها، لو جمعناها مع بعضيها كده وقسمناها، هل هي تشتغل لوحدها؟ لا طبعا، لازم يكون في نظام تشغيل اوبريتنج سيستم، تمام، يشغل المكونات دي، يخلي المكونات دي تقوم بايه؟ بوظيفتها وعملها. تمام، وكمان بيكون معايا حاجه اسمها سوفت وير. السوفت وير دي البرامج بقى اللي انا ايه هستخدمها على الجهاز ده او على الكمبيوتر. يعني انا مثلا عندي الكمبيوتر الاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل بتاعه بيبقى ايه؟ الويندوز، حاجه اسمها الويندوز. تمام، كل جهاز لازم يبقى ليه اوبريتنج سيستم. تمام، وبما ان البي سي او الكمبيوتر او اللابتوب ليه اوبريتنج سيستم اسمه ايه؟ الويندوز، يبقى كمان الموبايل سمارت فون اللي في ايدي ده، تمام، ليه برضو اوبريتنج سيستم بنسميه ايه بقى؟ الاندرويد. فالاندرويد ده هو الاوبريتنج سيستم، تمام، الاوبريتنج سيستم بتاع الايه؟ الموبايلات. الاوبريتنج سيستم بتاع الموبايلات اسمه اندرويد. تمام، والاوبريتنج سيستم بتاع اللابتوب او الكمبيوتر بتاعي اسمه ايه؟ اسمه الويندوز. تمام، طيب النهارده وانا رايح المدرسه المستر طلب مني ان انا اعمل ريبورت او اكتب تقرير. تمام، طيب انا عشان اكتب التقرير ده اول حاجة هعملها هتيجي في دماغي ان انا هكتب التقرير ده على الكمبيوتر، الكمبيوتر بتاعي. طب ايه البرنامج او هكتب الكمبيوتر، هكتب على الكمبيوتر ده ازاي؟ هستخدم، لازم استخدم ايه؟ سوفت وير، استخدم برنامج علشان اكتب الايه؟ التقرير او الريبورت بتاعي ده. تمام، طيب دي اول حاجة. تاني حاجة، لازم البرنامج او الابليكيشن اللي انا هستخدمه ده، البروجرام اللي انا هستخدمه ده يكون ايه؟ بتاع كتابة هكتب عليه. تمام، يبقى انا دلوقتي بيقول لي ايه؟ imagine you want to write report for school، عايز تكتب report للسكول. تمام، once you log on the computer، اول ما تدخل على الكمبيوتر بتاعك اول حاجة هتيجي في دماغك ايه او هتعملها ايه؟ what do you do، اول حاجة هتعملها ايه؟ هنا بيقول لي you might open a word processing program، هتفتح برنامج بتاع كتابة، word processing بيتعامل مع الايه؟ الكلمات، زي ايه؟ like ايه؟ microsoft word. يبقى انا علشان اكتب report محتاج برنامج بتاع ايه؟ word processing. تمام، زي ايه؟ برنامج الword، microsoft word. بيقول لي هنا مايكروسوفت وورد تيلز ذا كمبيوترز اوبريتنج سيستم لايك ويندوز تو اكسس ذا بروجرام اند اوبن. قبل ما اكمل في الجزء ده عايزك تتخيل كده، طب انا دلوقتي دخلت فتحت الكمبيوتر بتاعي وفتحت برنامج الوورد بروسيسنج اللي هو مايكروسوفت وورد وعايز ابدا اكتب عليه. طب انا دلوقتي بكتب وبيظهر الكلام على الشاشه اللي انا بكتبه، طب جوه الكمبيوتر بقى بيحصل ايه؟ يعني العملية دي بتتم ازاي؟ تمام؟ العملية دي بتتم ازاي؟ أنا أول ما بروح أفتح برنامج الوورد، يعني بروح كده وأقوم فاتح برنامج الوورد بتاعي علشان يفتح، فهنا برنامج الوورد بيروح يكلم الأوبريتنج سيستم اللي هو نظام التشغيل اللي هو الويندوز. تمام؟ وبيقول له إيه؟ بيقول له افتح برنامج الوورد، فبيبدأ يفتح معايا إيه؟ برنامج الوورد. اللي بيظهر قدامك ان الوورد اتفتح، برنامج الوورد بتاعك ده اللي انت دوست عليه اتفتح. تمام، في حاجات جوه في بروسيسنج للداتا بتحصل انت ما بتبقاش ايه شايفها، اللي هو ايه؟ لما دوست انا على الوورد برنامج الوورد راح كلم الاوبريتنج سيستم وقال له ايه؟ افتح برنامج الايه؟ الوورد، ففتح برنامج الوورد فانت شفته قدامك ظهر. تمام، او فتح قدامك عشان تبدا تكتب عليه. بيقول لك but that is only what you see happening، ده بس اللي انت شفته
ان برنامج الوورد فتح. There is another key step that you don't see، اللي هي الايه، قلنا العمليه اللي بتتم وعمليه المعالجه اللي بتحصل جوه انت ما بتشوفهاش، يعني في خطوات جوه بتتم انت ما بتشوفهاش. انت بتشوف ايه؟ ان انا رحت فتحت برنامج الوورد فظهر قدامي، لكن جوه وانت بتدوس بتدي امر بتدي اوردر للوورد، الوورد بيروح يكلم الاوبريتنج سيستم ويقول له ايه، يفتح الويندو بتاعت البرنامج دي فتظهر قدامك. تمام، الاوبريتنج سيستم اول ما بيقول له ايه، بيقول له افتح الوورد، هو بيروح يكلم الاوبريتنج سيستم ده بيروح يكلم الايه، السي بي يو اللي هي اسمها السنترال بروسيسنج داتا. تمام، السنترال بروسيسنج داتا اللي هي وحده التحكم. تمام، بيروح يكلمها ويقول لها ايه، يقول لها ان في حد بيكتب على الوورد. تمام، فعايزك يا سي بي يو يا سنترال بروسيسنج يونت تظهري، تعملي الاول بروسيسنج للداتا اللي بتتكتب دي علشان انا اوبريتنج سيستم اقدر ايه اظهرها على الشاشه. يبقى اللي بيتم انت بتروح بس تفتح الايه الوورد وتكتب عليه، لكن جوه في حاجات بتحصل، في خطوات بتحصل جوه الكمبيوتر اللي هي بنسميها ايه، المعالجه، البروسيسنج، المعالجه. انت بتفتح الوورد، فالوورد بيروح يكلم الاوبريتنج سيستم يقول له ايه، انا هتفتح دلوقتي، الوورد هيتفتح. فالهنا الاوبريتنج سيستم بيروح يكلم الايه، السي بي يو، ويقول لها ايه، يقول لها في داتا بتتكتب دلوقتي على الوورد، اعملي له بروسيسنج عشان انا اقدر اظهر الداتا دي على الايه، على الشاشه. يبقى دلوقتي بيقول لي هنا this means that as you type، وانت بتكتب ان الوورد مايكروسوفت وورد tells the operating system، بيكلم الاوبريتنج سيستم ويقول له ايه، بعد كده الاوبريتنج سيستم بيروح يكلم او بيسال مين، السي بي يو اللي هي السنتر بروسيسنج يونت، ويقول لها ايه، show information on the screen، اظهري البيانات اللي بتتكتب دي على الايه، على السكرين. تمام، دي الايه، الخطوات الكتير اللي بتحصل انت ما بتبقاش شايفها قدامك وانت بتفتح البرنامج، مثلا زي برنامج الوورد وانت بتكتب عليه. تمام، طيب عندي هنا نوت مهمه جدا، بيقول لك ايه، ريممبر، خليك فاكر، تو سيف يور ورك ريجولري، يعني وانت بتشتغل او بتكتب الريبورت بتاعك دي اعمل سيف، اعمل سيف باستمرار. يعني ايه؟ يعني احفظ الشغل بتاعك باستمرار علشان ما يضيعش. يعني ممكن وانت بتكتب التقرير بتاعك لو انت مش عامل سيف، تمام، والنور قطع، كل اللي انت كتبته خلاص هيروح، مش ما اتحفظش. لكن لو انت على طول بتعمل ايه، سيف، بتسيف، تمام، بتعمل سيف، بتحفظ الحاجه اللي انت بتعملها او الشغل اللي انت بتعمله على الكمبيوتر، بيبقى ايه، موجود. تمام، ذا بروجرام، اف ذا بروجرام هاز ا بروبلم بيفور ذا اوبريتنج سيستم tells the CPU to save everything you can lose your your work. يعني لو حصل مشكلة في البرنامج قبل ما الاوبريتنج سيستم يكلم السي بي يو ويقول لها تحفظ الايه، الشغل اللي انت عملته، ممكن كل اللي انت عملته ايه، يضيع. اذا انت هنا لازم تعمل ايه، لازم تفتكر ان انت تعمل ايه، save your work regularly، تعمل ايه، تحفظ الشغل بتاعك. يبقى لما يجي يسألني يقول لي ايه اللي انا المفروض اعمله، تمام، وانا بشتغل على الوورد، هتقول له ايه، سيف يور وورك ريجولري. تمام، هنا بيوريني الرسمه دي، بتوريني ايه اللي بيحصل بالظبط، زي ما قلنا من شويه، وانا مثلا فاتح برنامج زي الوورد وبكتب عليه، انا هنا قاعد بكتب اهو على برنامج الوورد، وانت بتكتب على الوورد على الكيبورد، تمام، الكيبورد دي ايه اللي بيحصل، الاوبريتنج سيستم هنا بيبعت الحاجات اللي انت بتكتبها لمين، للسي بي يو اللي هي وحده التحكم. تمام، انت بتبقى قاعد بتكتب مش شايف ايه اللي بيحصل، لكن هنا اللي بيحصل ايه، ان انت بتكتب على الكيبورد الاوبريتنج سيستم، تمام، اللي هو الايه، الاوبريتنج سيستم اللي هو الاو اس، الاوبريتنج سيستم بيعمل ايه، بيبعت الداتا اللي انت بتكتبها للسي بي يو، فالسي بي يو بتعمل ايه، بروسيس ذا داتا. خلي بالنا من الخطوات دي، السي بي يو بتعمل ايه، بروسيس ذا داتا، بتعالج البيانات اللي انت ايه كتبتها، وبعد كده بتروح السي بي يو دي تبعت الانفورميشن اللي انت
اللي هي عالجتها واللي انت كتبتها دي لمين تاني؟ للاوبريتنج سيستم. تبعتها للاوبريتنج سيستم علشان بعد كده الاوبريتنج سيستم يعمل ايه؟ بيظهر the operating system receives the information and show it to the screen، بيظهرها على الايه؟ على الشاشة بتاعتي. دي كده الخطوات الكتير او الخطوات اللي بتتم جوه الكمبيوتر وانت قاعد بتكتب على الوورد ومش شايف ايه اللي بيحصل، تمام؟ عشان في الاخر تظهر لك في ايه؟ ثواني معدودة، ثواني قليلة جدا على الشاشة بتاعت الايه؟ الكمبيوتر وانت قاعد بتكتب على برنامج الوورد. يبقى احنا كده عرفنا ان الكمبيوتر كومبوننتس، قلنا الدرس اللي فات بيتكلم على الهاردوير كان بتتقسم لانبوت وايه واوتبوت، وعرفنا النهارده ان في حاجه اسمها سي بي يو اللي هي ايه؟ وحده التحكم، اللي هي وحده التحكم، تمام. بعد كده ايه؟ السوفت وير اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. عندي اول حاجه الاوبريتنج سيستم اللي هو نظام التشغيل زي الويندوز في الكمبيوتر وزي الاندرويد بتاع الايه؟ الموبايلات اللي هو السمارت فونز، تمام. وكمان عندي الايه؟ الابلكيشنز اللي هي البرامج اللي موجوده على الكمبيوتر. فاحنا كده فهمنا دلوقتي يعني ايه اوبريتنج سيستم، اللي هو نظام التشغيل، النظام اللي موجود على الكمبيوتر ومسؤول عن ايه؟ عن ان الحاجه او الكومبوننتس بتاعت الكمبيوتر دي ان هي ايه؟ تشتغل وتعمل وظيفه. طيب هنا دلوقتي بيكلمني عن السي بي يو، عايزين نعرف معلومات اكتر عن السي بي يو او السنترال بروسيسنج يونت. السنترال بروسيسنج يونت دي يا شباب عامله زي العقل بتاع الانسان، تمام. السي بي يو هي العقل بتاعت الانسان او هي العقل بتاع الكمبيوتر، هو اللي بيعمل ايه؟ بيعمل بروسيسنج، بيعالج البيانات اللي داخله للكمبيوتر. زي ما انت بتكتب على الوورد فبتدخل بيانات، هو بيعالجها عشان يبدا يظهرها في هيئه ايه؟ يوسفل انفورميشن، معلومات مفيده، يبدا يظهرها على شكل ايه؟ على شكل كلام وتكست ظاهر على الابليكيشن اللي انت بتستخدمه. كذلك هديك مثال تاني، زي ما انت بتفتح لعبة مثلا على الكمبيوتر بتاعك، وانت بتلعب على الكمبيوتر الشخصية اللي انت بتحركها جوه اللعبة، دي بتحركها ازاي؟ بتحركها بالماوس والكيبورد، تبدأ تدي الكمبيوتر اوامر، فهو بيعالج الحركة اللي انت بتتحركها بالماوس بتاعتك والكيبورد بتاعتك، ويبدأ يحرك لك الشخصية اللي جوه الايه؟ اللعبة. فهو بيعالج الاوامر اللي انت بتديها له عشان يبدأ ينفذها جوه اللعبة. يبقى السي بي يو السنترال بروسيسنج يونت لايك ذا برين، زي العقل ان ذا هيومن بودي، اند ات بروسيسز داتا، بتعالج البيانات اند كونفرتس، بتحولها لايه؟ يوسفول انفورميشن. يبقى هي السي بي يو عامله زي العقل في الايه؟ في جسم الانسان، بتعمل ايه؟ بروسيس داتا، بتعالج البيانات اند كونفرتس ات انتو يوسفول انفورميشن. يبقى لما اجي يديني سؤال كومبليت هيديني ايه؟ سنترال بروسيسنج يونت لايك نقط، اقول له ايه؟ ذا برين ان ذا هيومن بودي اند ات نقط داتا، اقول له ايه؟ بروسيسنج او بروسيسز ذا داتا and نقط، نقط دي اكتب ايه؟ converts it into useful information، تمام. خلي بالنا عشان الجزء ده ممكن يجي ايه؟ في هيئة complete، تمام. بعد كده هتكلم على السوفتوير، البرامج اللي موجودة جوه الكمبيوتر. احنا قلنا ان الكمبيوتر ما ينفعش يشتغل الا بحاجتين، اول حاجة الاوبريتنج سيستم اللي هو نظام التشغيل اللي هيشغل الجهاز ده او هيشغل المكونات دي، تمام. وكمان لازم يبقى معايا ايه؟ سوفت وير، برامج عشان ابدا بقى استخدمها وانفذ الايه؟ الحاجات اللي انا عايز اعملها. فلما يطلب مني ان انا اكتب ريبورت معين فيبقى عندي برنامج اقدر من خلاله ان انا اعمل ايه؟ ريبورت. لما يجي ابقى عايز ادخل على الانترنت فلازم يبقى عندي برنامج اقدر من خلاله ان انا افتح ايه؟ الويب سايتس والمواقع اللي انا عايز ادخل عليها، تمام. فلازم يبقى عندي برنامج يساعدني ان انا اعمل الايه؟
المهام او الايه الشغل اللي انا عايز اعمله على الكمبيوتر. بيقول لي they are programs. السوفت وير دي they are programs هي برامج and applications، تمام، برامج وتطبيقات بتعمل ايه؟ help the user perform any task he needs and they include. وهي زي ايه بالظبط؟ تمام، فهنا بيقول لي ان السوفت وير دي عباره عن programs، برامج and applications وتطبيقات، تمام، بتساعدني that help the user، بتساعد اللي بيستخدم الكمبيوتر، يوزر اللي هو بيستخدم الكمبيوتر المستخدم، perform ان هو يعمل، تمام، perform اللي هو اداء يعني، او يعمل any task اي مهمة هو محتاجها he needs. and they include زي ايه بقى؟ احنا قلنا عندنا الاوبريتنج سيستم اهي، تمام، والبروجرامز. تعال نشوف اوبريتنج سيستم زي ايه او بيعمل ايه. الاوبريتنج سيستم قلنا بايه؟ مانج هاردوير اند سوفتوير، بيشغل الهاردوير. زي ما قلنا الهاردوير اللي عندي دي من غير اوبريتنج سيستم مش هتشتغل، والبرامج برضو اللي عندي دي من غير اوبريتنج سيستم مش هتشتغل. يبقى هو بيعمل ايه؟ بيدير، مانج يعني يدير الايه؟ الهاردوير، الاجهزه والبرامج، سوفت وير، تمام. اتس فاوند اون ميني ديفايسز، الاوبريتنج سيستم ده موجود على اجهزه كتير. احنا قلنا كل جهاز لازم يبقى ليه ايه؟ اوبريتنج سيستم. such as زي الكمبيوترز اند سيل فونز، موجوده على الكمبيوتر. الاوبريتنج سيستم ده موجود على الكمبيوتر، وموجود فين؟ في السيل فونز، في الموبايلات، الهواتف المحمولة. اكزامبل، مديني هنا مثال، زي ما قلنا الويندوز، تمام، نظام التشغيل او الاوبريتنج سيستم اللي اسمه ويندوز، ودي العلامه بتاعته، تمام، is the most famous operating system for computers. يبقى الويندوز لما يقول لي الويندوز بتاع ايه؟ اوبريتنج سيستم فور ايه؟ اقول له فور كمبيوترز. طب لما يقول لي بقى الاندرويد، تمام، نظام الاندرويد، هقول له ايه؟ It's the most famous operating system، هو نظام تشغيل for cell phones، للايه؟ للموبايلات، الهواتف المحمولة. يبقى انا عندي دلوقتي عرفت معلومة مهمة جدا، ان كل جهاز لازم يبقى ليه ايه؟ operating system، نظام تشغيل، زي ايه؟ الويندوز للكمبيوتر، والاندرويد لايه؟ للسيل فونز. تمام، شاطرين. بعد كده عندي البروجرامز بقى، البرامج اللي ايه هستخدمها عشان تسهل لي التاسكس اللي انا عايز اعملها على الايه؟ على الكمبيوتر بتاعي. زي ايه؟ لما قلنا عايزين نكتب ريبورت، رحنا فتحنا برنامج اسمه مايكروسوفت وورد. يبقى عندي برنامج المايكروسوفت وورد، ده برنامج على الكمبيوتر اسمه مايكروسوفت وورد. مايكروسوفت وورد ده used to write documents and reports، بستخدمه عشان اكتب وثائق وتقارير. لما يطلب مني بحث في المدرسة او يطلب مني ريبورت، فاكتبه على الايه؟ على الوورد. فلما يجي يجيب لي سؤال يقول لي المايكروسوفت وورد it used to، اقول له ايه؟ write documents and reports. تمام. عندي برنامج تاني مهم اسمه ايه؟ مايكروسوفت اكسل. الام اس دي اختصار لمايكروسوفت، وهنا برنامج اسمه ايه؟ اكسل. الاكسل ده بستخدمه علشان اعمل جداول، تيبلز اند جرافس، رسوم بيانيه. يبقى المايكروسوفت اكسل اتس يوزد تو كرييت، عشان اعمل ايه؟ لانشاء، كرييت تيبلز، جداول اند جرافس، عشان اعمل رسوم بيانيه. بعد كده عندي برنامج اسمه مايكروسوفت باوربوينت، برنامج الباوربوينت، وده بستخدمه علشان اعمل كرييت، لانشاء حاجه اسمها ايه؟ برزنتيشنز. برزنتيشنز اللي هي ايه؟ العروض التقديميه. بعمل زي عرض كده، بعمل عرض ان انا بشرح حاجه معينه عن طريق الايه؟ الباوربوينت. يبقى نركز قوي في الثلاث برامج دول، برنامج الايه؟ الوورد والاكسل والباوربوينت، عشان هيسألني يقول لي الوورد اعمل بيه ايه؟ اقول له رايت دوكيومنتس اند ريبورتس. هيقول لي الاكسل بعمل بيه ايه؟ هيقول له جرافس اند تيبلز. والباوربوينت
بعمل بيه ايه؟ بكرييت الايه برزنتيشنز. ممكن يجيب لي سؤال صح وغلط يقول لي ايه مايكروسوفت وورد اتس يوزد تو كرييت برزنتيشنز، هقول له طبعا غلط. تمام، فنركز في استخدام كل برنامج من البرامج الثلاثه دول. بعد كده عندي برنامج تاني اسمه ايه جوجل كروم. جوجل كروم ايه؟ جوجل كروم السي اتش هنا بتتنطق كي، جوجل كروم ده عبارة عن ايه؟ براوزر. براوزر ده يعني ايه؟ يعني متصفح. متصفح يعني افتح وافتح البرنامج ده بتاع جوجل كروم ده علشان ادخل على ايه؟ الويب سايتس اللي هي ايه؟ المواقع اللي موجودة على الانترنت. يبقى جوجل كروم، جوجل كروم is a browser that allows you to browse، تتصفح. browse يعني يتصفح websites on the internet، عشان اتصفح الايه الويب سايتس اللي هي المواقع اللي موجوده على الانترنت. يبقى احنا كده عرفنا النهارده معلومات مهمه جدا على السوفت وير والاوبريتنج سيستم. عرفنا ان احنا واحنا بنكتب على برنامج معين او بنستخدمه في خطوات كتير بتتم جوه الايه الكمبيوتر بتاعي انا ما بقاش شايفها، ودي بنسميها الايه البروسيسنج، عمليه المعالجه. والمعالجه دي بيتم عن طريق منين؟ عن طريق السي بي يو. السي بي يو هو اللي بيعمل ايه بروسيسنج للداتا، بيعمل معالجه للداتا. عرفنا الاوبريتنج سيستم ان هو نظام التشغيل اللي من غيره ما ينفعش ان الايه الكمبيوتر بتاعي يشتغل، وانا ببقى محتاج اوبريتنج سيستم وابليكيشنز عشان اقدر استخدم الايه الكمبيوتر بتاعي. وعرفنا ان السي بي يو هي عباره عن الايه برين، هو عقل الكمبيوتر like the brain in the human body. بتعمل ايه بقى السي بي يو؟ بروسيسنج داتا اند كونفرت ات تو يوزفول انفورميشن. تمام كده عرفنا ان الاوبريتنج سيستم بيعمل ايه، مانج هاردوير اند سوفت وير، بيدير الاجهزه والبرامج. تمام، وموجود في كل الاجهزه. اتس فاوند اون ميني ديفايسز ساتش اس كمبيوترز، زي الكمبيوترز وايه السيل فونز الموبايلات. وعرفنا ان من امثله الاوبريتنج سيستم الويندوز للكمبيوتر والاندرويد للايه السيل فونز. كمان عرفنا اني عندنا مجموعة من البرامج بتخليني اقدر اعمل ايه، اعمل او perform any task you need، زي الوورد بكتب عليه write document and reports. تمام، وزي الاكسل اللي بستخدمه to create tables and graphs، والباوربوينت اللي بستخدمه علشان اعمل ايه presentations، واخر حاجه معايا الجوجل كروم اللي هو عباره عن براوزر ذات allows يو تو براوز ويب سايتس اون ذا انترنت، بيخليني اقدر افتح الايه المواقع اللي موجوده على الانترنت. اخر حاجه معايا الجيمنج ابلكيشنز اللي هي ايه برامج اللي هي تعتبر العاب، اي لعبه بنسميها ايه جيمنج ابلكيشن. كده احنا خلصنا شرح ليسون 4 اللي كان بعنوان سوفت وير اند اوبريتنج سيستم. درس سهل جدا ما فيهوش اي مشكله. شكرا جدا، انتظروني في الدرس اللي جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.